استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلامان الجمهوريان المصري والتركي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس التركي. هذا وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن القمة المصرية التركية التي سيعقدها الزعيمان تبحث دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.